السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا الآن في مطعم أشهر مطاعم البوسنة في عاصمة سراييفو، مطعم تركواز. مطعم تركواز طبعا أجمل المطاعم، مطعم تركي ولكن زي ما شايفين جالس فيها. حديثنا اليوم عن الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثير صواريخ بوتين على عقارات أو على من يملك العقارات في روسيا. اتصل بي أحد الإخوة، أحد العملاء المشترين عندنا أراضي ضخمة يعني، فقال لي يا أبو عبد الله دلوقتي لو حصل أي مشكلة في موضوع روسيا والصواريخ والكلام، أنا هرجع أتكلم معاكم بشيء من المنطق وشيء من الموضوع يعني لحد ما. بالنسبة لبوتين، بالنسبة لروسيا والرئيس الروسي، طبعاً زي ما أنتم شايفين الحرب الآن على أشدها، والحرب سجال، ده يفجر جسر وده يعمل شيء. لو إن بوتين قرر يضرب الصاروخ بتاعه على أرضك يا أبو عبد الله اللي في سراييفو، لو انت سراييفو بعيد عن الموضوع تماما، بس لو قرر حب يعمل حاجه زي كده، سراييفو طبعا هي يعني يعتبر حليفه، او مش هنقول حليفه روسيا بس، خلينا نقول من دول الزميله لروسيا، طبعا روسيا بتعطيهم غاز شبه ببلاش. ولكن زي ما قلنا لو ان بوتين قرر قعد مع رافروف مع وزير خارجيه وقال له النهارده عايزين نضرب صاروخ، قال لك الصاروخ النهارده حددناه وعرفوا احداثيات ارضك يا بابا، وارد وضرب الصاروخ وعبر المحيط وعبر البحار وعبر الاراضي ونزل على ارضك، ايه اللي هيحصل في ارضك؟ حفره كبيره. فبوتين هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا حفرتها لك يا ابو عبد الله، ابني على طول، ابني مباشره. لذلك احنا دايما دي رسالتنا، بنقول لك ايه؟ العقار يمرض ولا يموت، اشتري عقار في اي وقت وانت مغمض وانت نايم، حط في بطنك بطيخه صيف زي ما بيقول، لانه اي وقت تشتري فيه عقار مفيش فيه ضرر، ما دام شاري ارض فتسع اعشار رزق في الاراضي عندك. كثير طبعا من الحوارات نسمعها والمحللين السياسيين الان بيطلبوا المحللين السياسيين والخبراء الاقتصاديين العقاريين بيطلبوا الان من المستثمرين، يقول لك الان اذا عندك سندات او عندك اسهم او عندك معادن تصرف كل ده، حط كل فلوسك في العقار، الان فرصتك لشراء العقار، العقار هو الملاذ الامن ليك الان، هو زي ما بيقولوا هو ابنك البار، يمرض ما يموت. دايما تواصلوا معي، تحياتي لكم، انا المهندس علي من مدينه سراييفو عاصمه البوسنه والهرسك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.